كمقدمة بشكل عام، طبعا نحن نعيش في هذا العالم الذي تتسم معرفتنا لأحداثه ووقائعه بالتناقض والغموض واللا تحديد، وتفصح قضايانا مرة عن الصدق ومرة عن الكذب ومرة أخرى عن الحيادية والغموض، فأصبحنا في الحقيقة بحاجة إلى منطق جديد يعكس حقيقة رؤيتنا النسبية لهذه الحياة وقصور معرفتنا بها، فأصبح ولا بد أن ننطلق إلى منطق جديد غير كلاسيكي كان أول من وضع أسسه الفيلسوف والرياضي الأمريكي فلورنتين سمردانكا، حيث قدم في عام 1999 المنطق النتروسوفيكي كتعميم للمنطق الفازي الضبابي وامتدادا لنظرية الفئات الفازية الضبابية التي قدمها لطفي زاده عام 1965. وامتدادا لذلك المنطق قدم الدكتور أحمد سلامة نظرية الفئات الكلاسيكية النتروسوفيك كتعميم لنظرية الفئات الكلاسيكية، وقام بتطوير وإدخال وصياغة مفاهيم جديدة في مجالات عدة الرياضيات والإحصاء وعلوم الحاسب ونظم المعلومات الكلاسيكية عن طريق النتروسوفيك. ما هو المنطق النتروسوفيكي؟ المنطق النتروسوفيكي في الحقيقة هو فرع جديد يدرس أصل وطبيعة ومجال الحياد، بالإضافة يتفاعل كل الأطياف المختلفة التي يتخيلها الإنسان في قضية ما، بحيث أن هذا المنطق يأخذ بعين الاعتبار كل فكرة مع مضادة أو نقول نقيضها بالإضافة إلى طيف الحياد. فالفكرة الرئيسية في المنطق الميتروسوفيكي هي أن نميز كل بيان منطقي في 3 أبعاد، هي الصحة بدرجات والخطأ بدرجات واللا تحديد بدرجات، ونضعهم تحت المجال الدراسي، وذلك يعطينا وصفا أكثر دقة للبيانات الظاهرة المدروسة، حيث أن ذلك يقلل من درجة العشوائية في البيانات التي من شأنه الوصول إلى نتائج عالية الدقة تساهم في اتخاذ أمثل القرارات المناسبة لدى متخذي القرار. ورسم التالي يبين لدينا العلاقة بين البيانات وعملية اتخاذ القرار، فنلاحظ أنه عندما يكون لدينا البيانات نحن نقوم بمعالجة هذه البيانات، فينتج عن هذه المعالجة المعلومات، ومن المعلومات نحصل على المعرفة، وعندما نحصل على المعرفة نكون قادرين على اتخاذ القرار. فنلاحظ بأن عملية اتخاذ القرار تعتمد بشكل أساسي على البيانات، فكلما كانت هذه البيانات أكثر شمولية وأقل عشوائية كلما حصلنا على قرار أفضل، وذلك وهذه العلاقة نستطيع تطبيقها على مختلف البيانات، سواء بيانات التمريض أو بيانات اقتصاد أو بيانات إحصائية مهما تكون، فتوسيع البيانات وتقليل عشوائيتها يؤدي إلى اتخاذ قرار صحيح. ما هو الاشتقاق اللفظي للنتروسوفيك؟ طبعا النتروسوفيك هي كلمة مؤلفة من مقطعين، الأول نيترو بمعنى محايد، والثاني صوفي بمعنى حكمة، يصبح المعنى بالمجمل معرفة الفكر المحايد. طبعا نحن نعلم بأن المنطق الكلاسيكي يدرس كل حالة مع نقيضها فقط، ولا يعترف بالحياد الذي هو كمية صريحة في المنطق النتروسوفيكي وأحد المكونات الرئيسية فيه، الذي يعطينا وصفا أكثر دقة للدراسة، وبالتالي نحصل على نتائج أكثر صحة. نلاحظ أن جميع الحالات التي لدينا في الصور التالية هي عبارة عن حالات لا تحديد أو حالات حياد. ولقد تم أيضا مشاركة الدكتور أحمد سلامة بالتعاون مع الفيلسوف الأمريكي سمردانكا إدخال مفهوم جديد للفئات بلغة الأحداث الكلاسيكية عن طريق المنطق الميتروسوفيكي، ويعتبر هذا النوع الجديد تعميم لمفهوم الأحداث الكلاسيكية والأحداث الحدسية، وأمكن أيضا إدخال دراسة العمليات المختلفة على هذا النوع الجديد من الأحداث مثل عملية تقاطع بين حدثين ميتروسوفيكيين. ولقد تم أيضا إدخال قوانين لحساب معاملات الارتباط ودراسة خطوط انحدار لهذا النوع الجديد من البيانات، وإدخال مفهوم جديد للاحتمالات لهذا النوع من الأحداث، فيعتبر تعميم للأحداث القديمة ونظرية الاحتمالات القديمة، مما يعتبر حلقة الوصل بين مفهوم أنتروسوفيك الأحداث الكلاسيكية ومفهوم أنتروسوفيك الأحداث الفازية أو الضبابية، ونستطيع تطبيق ذلك على المترجمات الخاصة بالحاسب ونظرية اتخاذ القرار. والآن سنقوم بعرض مخططات طبعا قدمها الدكتور أحمد سلامة في مراجعه المشهورة. هذه المخططات تبين لنا العلاقة بين مفهوم المنطق الكلاسيكي والمنطق الضبابي ومع منطق النتروسوفيك، فنلاحظ بأن المنطق الضبابي هو يعمم المنطق الكلاسيكي ثنائي القيم، فإن المنطق الضبابي يستطيع أن يتعامل مع بيانات غير دقيقة لا يستطيع المنطق الكلاسيكي أن يتعامل معها. وكذلك الأمر بالنسبة للفئات، حيث أن الفئة الغموضية تختلف عن الفئة الكلاسيكية بحيث أنها تسمح لعنصر ما بانتماء جزئي، ومن تعميمها نحصل إلى الفئات الضبابية الحدسية. الفئة الضبابية الحدسية تعطي كل من درجتي العضوية واللا عضوية للعنصر، في حين أن الفئة الضبابية تعطي درجة العضوية فقط للعنصر. ومن تعميمها نصل إلى فئات النتروسوفيك التي تضيف إلى الفئة الضبابية الحدسية درجة الحياد أو اللا تحديد مع أخذ مكونات نعم ولا تحديد بدرجات. قيام ب3 أبعاد هي الصح والخطأ والحياد بدرجة. ثم انبثق عن منطق النتروسوفيك نظرية المجموعات النتروسوفيكية الهشة
كتطوير لنظرية المجموعات الكلاسيكية وفق هذا المنطق على يد البروفيسور المصري أحمد سلامة وفريق من الباحثين في عام 2014 مفهوم الفضاء النتروسوفيكي الهش كتعميم للفضاء التوبولوجي المعروف. كما عرفوا المجموعات النتروسوفيكية الهشة والعمليات عليها، وعرف كل من فلورنتين سمارنداكي وأحمد سلامة عام 2014 مفهوم الفضاء التوبولوجي النتروسوفيكي الهش والمجموعات النتروسوفيكية الهشة المفتوحة والمغلقة. في بحثنا نقوم بتعريف مسلمات فصل جديدة في الفضاء النتروسوفيكي الهش الثنائي، ومن ثم دراسة العلاقات بين مسلمات الفصل الجديدة، وأوجدنا أمثلة مناسبة عن مسلمات الفصل الجديدة. أشكر الدكتور أحمد سلامة رئيس مجمع النتروسوفيك للأقطار العربية، الذي يعتبر من أول الباحثين العرب الذين عملوا في النتروسوفيك، وهو مؤسس نظرية النتروسوفيك الهش، وأول من أوجد تعريف ودراسة للفضاء النتروسوفيكي الهش والمجموعات النتروسوفيكية الهشة وأعمال امتداد لأعماله. إن هذا العمل هو من ضمن نشاط الفريق السوري ممثل برئيس مجمع النتروسوفيك في سوريا الدكتور رياض الحميدو، وأهم نشاطات الفريق هي تعريف الفضاء النتروسوفيكي الثنائي الهش وتعريف العديد من المجموعات النتروسوفيكية الهشة فيه، تعريف ودراسة الفضاء النتروسوفيكي وإيجاد العديد من المجموعات المفتوحة الجديدة فيه، تعريف وإيجاد مفهوم جديد للنقاط ومسلمات فصل نتروسوفيكية هشة جديدة، وذلك بعمل مشترك مع الباحث العراقي الأستاذ أحمد النافعي. المساهمة في ترجمة كتاب للغة العربية مع باحثين من العراق ومصر، وهو خطوة أولى في إطار مشروع ترجمة كتب لإغناء المكتبة العربية بكتب النتروسوفيك. إن هذا العلم الجديد له تطبيقات فيزيائية وطبية وإحصائية عديدة، ونقوم بإجراء عمل له تطبيق في مجال تحسين الصور واسترجاعها بالتعاون مع الدكتور رياض الحميدو وباحث سوري آخر، والذي سيتم نشره قريبا إن شاء الله. في النهاية أشكر الأستاذ الدكتور طالب غريبة لمتابعته الدائمة، وكذلك الدكتور رياض الحميدو للمتابعة الدائمة وتشجيعه الباحثين السوريين في مجال النتروسوفيكي. أتمنى لمؤتمركم دوام التألق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من موقع الباحثون السوريون والجامعات السورية ومقتطفات عن البروفيسور أحمد سلامة عالم عربي سطع في سماء العصر الحديث. عرف تاريخنا العديد من العلماء العرب الذين شاركوا في بناء الحضارة العالمية في مختلف المجالات، وقد لمعت في العصر الحديث أسماء كثيرة في مجالات العلوم، وعلى الرغم من عدم حصولهم على جوائز نوبل باستثناء أحمد زويل، فهذا لا يعني عدم وجود من يقدم إنجازا عظيمة للعلم. وقد قررنا في هذا المقال أن نعرفك عزيزي عن أحد هؤلاء العلماء الذين يجهلهم الكثير من الناس، إنه البروفيسور المصري أحمد عبد الخالق سلامة رئيس قسم الرياضيات في جامعة بورسعيد، وكان عميد المعهد العالي لعلوم الحاسب الآلي بالعريش، والحاصل على العديد من الشهادات والجوائز الدولية، منها الميدالية الذهبية من المؤسسة الدولية لعلوم النيتروسيفيك 2020، أعظم باحث في أفريقيا للعلوم والتكنولوجيا 2017، أنشط باحث في أمريكا من جامعة نيو مكسيكو 2008، شهادة أفضل بحث في اليابان في مجال الرياضيات وعلوم الحاسب 2014، أفضل عالم عربي في الرياضيات من رعاة المبدعين العرب في لندن 2015، أعلى درجة في العلوم دي اس سي من معهد الأبحاث الأكاديمي في تكساس أمريكا 2016، أفضل بحث من أعداد المجلة الأمريكية 2018 من مؤسسة علوم النيتروسيفيك الدولية. الدكتور سلامة أول باحث عربي في مجال المنطق العالمي الجديد النيتروسيفيك، ذلك المنطق العلمي الثوري الذي سيغير وجه العلم والعالم وسيغير النظرة إلى البيانات والمعلومات في العلم من الصواب والخطأ فقط إلى الصواب والخطأ.
الخطأ والحياد وبنسب بين الصفر والواحد، فمن الخطأ الحكم على كل قضية أو فكرة إما بصواب وإما بخطأ، إذ قد تكون لا هذا ولا ذاك، وهذا ما ندعوه الحيادة. فمن أجل المزيد من الدقة في التعامل مع البيانات لا بأ دمن أخذ طيف الحياد لكل فكرة وبيان في الحسبان، والدكتور سلام أول من أدخل نظرية النيتروسوفيك كريب في العالم، وأول من أدخل العديد من المفاهيم التوبولوجية ومنها الفضاء التوبولوجي وفق هذا المنطق الجديد، إذ قدم مع فريق عمل الفضاء التوبولوجي النيتروسيفيك، ثم إنه عرف الفضاء التوبولوجي النيتروسيفيكي وهو عضو مؤسس أول مجلة علمية في علوم النيتروسيفيك مع جامعة نيو مكسيكو بموافقة مكتبة الكونغرس في أمريكا 2013، وقد اختير البروفيسور سلام رئيسا للمجمع العالمي النيتروسيفيكي نيتروسوفيك شيانس انترناشونال اسوشيشن بقرار من المركز الرئيسي للمجمع العالمي النيتروسيفيكي في جامعة نيو مكسيكو، وذلك لإسهاماته المتميزة في الأعمال الإبداعية والبحثية النادرة لخدمة الإنسانية في مختلف المجالات العلمية كتطبيقات جديدة لعلوم الحاسب الآلي والرياضيات والنظم في تحليل الظواهر الكونية الجديد ومجالات الحياة. وكانت بداية سلامة مع منطق النيتروسيفيك عن طريق مشروع بحثي بين جامعة بورسعيد وجامعة الملك عبد العزيز في السعودية، ثم تعاون سلامة العائلم الأمريكي فلورنتان سمارنداكا فلورنتين سمارنداش الذي هو مؤسس هذا المنطق العالمي الجديد، وتأسست أول مجلة دولية في أنظمة البيانات الجديدة وقواعدها عام 2013. وقد رشح العالم سمارنداكا الدكتور سلامة لنيل درجة الأستاذية العالمية في مجالات الرياضيات وعلوم الحاسب، وتم تكريمه في القصر الرئاسي بدولة مالاوي بأفريقيا ألف عام 2015. يقول سمارنداكا عن البروفيسور سلامة: لقد أسس سلامة رياضيات جديدة وتطبيقات متعددة في مجال علوم الحاسب والتوبولوجي والإحصاء والاحتمالات، وقد عرف البروفيسور سلامة العديد من المفاهيم الجديدة ووضع أساساً لرياضيات جديدة وتطبيقات متعددة في مجال علوم الحاسب والإحصاء والاحتمالات ونظم المعلومات ودعم القرار واتخاذه. ويعد التوبولوجي النيتروسيفيكي أحد الفروع الجديدة في الرياضيات التي ظهرت عام 2014 في أبحاث أحمد سلامة وكتبه، امتدادا من المنطق النيتروسيفيكي الذي وضعه سمارنداكا، الذي قد يوسع دائرة الفكر لتكون أكثر مرونة ولتشمل العديد من الجوانب التي عجز التفكير أو الاتجاه الإقليدي والضبابية الحدسية عن معالجتها. ويعد العلم الجديد الذي يستخدم المرونة بدلا من الحزم الإقليدي، ويمكن النظر إلى البنية التوبولوجية النيتروسيفيكية بمثابة نموذج رياضي جديد يمكن عن طريقه استخراج خصائص جديدة لتجمع نوعا جديدا من البيانات تحتوي على كل ما يتخيله الإنسان في قضية معينة: درجات صدق ودرجات كذب ودرجات حيادية وغموض. ويمكن هذا الاتجاه في عصر المعلومات الباحثين من إنشاء نماذج رياضية في جوانب الحياة المختلفة على تجمعات كان من الصعب التعامل معها رياضيًا مثل الغموض والحيادية، ووجود أكثر من بناء توبولوجي نيتروسوفكي وفقًا للبيانات الجديدة يمكن النظر إليه على أنه دراسة خصائص تجمع البيانات عن طريق وجهات نظر العديد من الخبراء بدلًا من خبير واحد، ويعطي هذا نتائج أدق وطرائق أخرى جديدة لاستخلاص المعلومات.